إيمان شعيب، مواليد طنجة 1978. عملت الدراسة ديالي يعني الابتدائي والثانوي وحتى الجامعة عملتها في طنجة. بعد كنت لا بروموسيون الاولى ديال اف اس تي فاكولتي سيونس تكنيك اللي كانت فتحت في طنجة. ابري لا ليسونس في 1992 جيت بحال هنا عملت الدكتوراه في بيوشيمي بيولوجي مولاكولير. ابري سا عطاوني واحد البوست دو ريشيرش في انستيتيو دو ريشيرش في باريس. ما بقيتش بزاف الوقت لان الجو ديال باريس راه ماشي هو الجو ديال هنايا. داك الساعة التحقت بالسونتر اللي انا فيه و كنعملوا لا ريشيرش. كنت كنعمل لا ريشيرش على في الميدان ديال نورولوجي، ولكن ابري ملي جيت بحالي مرجعت من باري عطاوني فرصه في واحد لابوغاتوار ديال الريشيرش على الكونسير وبدلت اوتوماتيكمون نورولوجي كونسير. الوغ مالوروزمون لا هوروزمون يعني ميدان ديال البحث العلمي باغ اكسيلونس دابا في الساعه ديال ابري سيدا اكسيتيرا اكسيتيرا. ودابا معاهم انا من 2006. بكالوريا عادية يعني سيونس اكسبيريمونتال يمكن. ومن بعد فاكولتي سيونس تكنيك كانت هي بروميير فاك اللي دخلت المغرب طنجة بواحد سيستم كان شوية مختلف. عملنا دو زون ديال سيونس دو في وابخي كتعمل كنتي سبيسياليتي كنتي عملت بيوتكنولوجي. وكانت لا بروميير بروموسيون كاع ديال البيوتكنولوجي في المغرب كله لان كانت اصلا شعبة جديدة. سيتي بيان ولكن ملي جيت بحالي لهنا عملت دكتوراه انا قلت لك في البيوشيمي سورتو بيولوجي موليكولير في لا فاكولتي دو ميديسين ديال يونيفرسيتي اوتونوم دو بارسيلون. عملت 5 سنين ديال الدكتوراه. ديوغون داك 5 سنين كتعمل يعني كتكون يا اما بورسيه يا اما انا كنت في الاول عندي منحه بعد وانو بلا منحه ابري بالمنحه. ابري عملت كونطرا ديال كانوا عملوا لي كونطرا ديال بروفيسور اسوسي وفيها ديجا دي كاتيجوري وعملت كاتيجوري 1 2 3 حتى الماكسيموم يعني داكشي كيزيدوا لك في السالير اون بلوس في لي كاتيجوري يعني كتعطي بلوس دور ديال لي كلاس اكسيتيرا اكسيتيرا. ولكن دابا ملي التحقت بالميدان ديال العمل يعني ميدان توتالمون ديفيرون على الاكاديمي يعني ملي كتعمل دكتوراه في لونيفرسيتي ديجا انا ريان فوار ملي كتعمل مثلا البحث العلمي في ان اوبيتال ولا لابوراتوار بريفي. الطروحه ديال الدكتوراه خصنا نعرفوا اسم تراميته يعني ماشي زعما كتعمل الدكتوراه في واحد الموضوع ولكن ماشي يعني كيمشي يعني الاطروحه شنو هي ولا شنو العنوان لان ديجا يمكن العنوان ما عقلاش عليه بالضبط. ولكن كنت كنخدم بواحد الفراغمون ديال لا توكسين بوتولينيك اللي كيعملوا بها البوتوكس. ولكن ان فراغمون ديال هاد التوكسين هذا كنا شفنا انه كيمنع امراض لي نورو ديجينيراتيف يعني بحال باركنسون الزهايمر اكسيتيرا اكسيتيرا. كنت كنخدم بزاف على هذا المجال هذا. هذه هي كانت الاطروحه ديالي. ومن بعد ملي التحقت بالانستيتو سي ان ار اس سونتر ناسيونال دو ريشيرش سيانتيفيك في باريس كنت غادي نخدم على نفس كنت كنخدم على نفس الشيء على الامراض ديال نورو ديجينيراتيف. ابري بدلت يعني راديكالمون. القرار كان واضح لان القرار كان واضح بما اننا كنهضروا على المغرب ديال التسعينات ماشي هو المغرب ديال محمد السادس اكسيتيرا اكسيتيرا. يعني الناس اللي كنا كنقراو كان عندنا مسار واحد يا اما تخرج برا يا اما تمشي تعمل اعتصامات في الرباط اكسيتيرا اكسيتيرا. بيان سور ماشي هذيك هي الفكره ديالي يعني الانسان خصو يفلت. الوغ من النهار اللي دخلت لافا كانت عندي يعني فكره واضحه انني غادي نخرج بحالي برا. انا هذه كانت عندي واضحه.
علاش اسبانيا؟ لان احنا الناس الشمال كنجيو بزاف لاسبانيا، كنزعطاوش لفرنسا ولا كندا، مثلا خصك هذوك الناس الفلوس اكسترا اكسترا، كنجيو اسبانيا يعني بالنسبه لينا رخيصه واكسيسيبل اكسترا اكسترا. صعوبة الهجرة يعني أنا كنظن أنها هي يعني صعوبات كنعانيو منها كلهم. يعني صعوبة الهجرة بالنسبة لي هو أنك تخلي بلادك، تخلي عائلتك في هذه الحالة هذه. يعني أنا ما جيتش لا مع الوالدين ديالي، لا مع خوتي، لا شي واحد، أنا جيت بوحديتي. ألوغ بالنسبة لي الصعوبة هي هذه، يعني دائما غادي يبقى عندك واحد، واخا دابا أنا عندي 15 سنة هنايا، ولكن نفس الصعوبة هي نفسها ديال النهار الأولاني لحد الآن. لانك تشتاق لبلادك، الاعياد، المناسبات، هادشي ده كله كتنساه ملي، ماشي كتنساه، كيبقى، ولكن هذه هي الصعوبه. من ناحيه ديال لو راسيزم ولا شي حاجه، بحال ديالي الشخصيه انا ما عانيتش من هادشي. كاين الناس اللي ما انا لا. الصعوبه، انا الصعوبه الوحيده هو انك تفارق بلادك، تفارق ناسك. هذه كنظن ان صعوبه المهاجر بصفه عامه. انا كنخدم مع لابوراتوار ديال بيولوجي موليكولير ديال الكونسير. اون توش بلوس تو لي كونسير، يعني كنعرف ان كاين كونسير غاستريك، كونسير ديال، ولكن حنا سبيسياليتي ديالنا كونسير ديال البومون. انا كنخدم دابا مع سبتمبر ديال 2013، عين هو احسن اونكولوج على الصعيد العالمي، رافائيل روشي. يعني انا كنخدم معاه، هو سيت ان اونكولوج، انا بيولوجيست، ولكن حنايا العمل ديالنا يعني عمل ديال نقولوا حنايا الطبي مرتبط بالعمل ديالنا، لان دابا الشيميو نعرفوا على ان في المغرب يمكن حتى هما بداو دابا كيعملوا شيميو انديفيدواليزي، شحال هادي لا شيميوثيرابي كانت شيميوثيرابي ستاندار. يعني كتعطي انا جون بلاتينوم باغ اكزومبل اللي كيقضي على الخلايا السرطانيه بصفه عامه، كتعطيها للناس كاملين، شي كيجي معاه، شي ما كيجيش معاه، شي كيعمل معاه شي مفعول، شي لا. هادي 10 سنين دابا القدام في الدول دابا اللي كتعطى بزاف البحث العلمي في هذا المجال هذا، ما بقيناش كنعملوا هادشي هذا. يعني حنا ملي كيجي ان باسيون في ان كونسير، كنهضروا على الكونسير بومون ولا نيمبورت كال كونسير، كتعمل له اناليز جينيتيك اللي غنعيطو لا بيولوجي موليكولار. لا كتشوف لي جين اللي عنده، كاين دي جين اللي كي سيكسبريس بلوس سيكسبريس موان، ويعني كانت بازاو على داك البيرفيل جينيتيك اللي عنده، البروفيل جينيتيك بلوتو اللي عنده، وشي كنعطيو داك الساعه الشيميو اللي كتجي معاه. اون بلوس دو سا دابا ظهروا دي ميوتاسيون في واحد الناس اللي عندها الكونسير وعندها ميوتاسيون في واحد الجين، ما كيعطيوهمش اصلا شيميو، كيعطيوهم غير واحد كومبريمي، ماشي شيميو. كنظن في المغرب دابا بداو كيعملوا هادشي، ولكن جو سي با واش التحاليل كيتعملوا في المغرب ولا كيتصيفطوا لفرنسا اسبانيا اكسترا اكسترا، هادي ما عرفهاش بالضبط، ما عنديش فكره على المغرب كيفاش خدامين بالضبط. حنايا هذا هو الدور ديالنا. يعني اون بلوس كنفتشوا على دي كومبيناسيون دو شيميو اللي يقدروا يكونوا افيكاس، بلوس اننا كنهضروا على، لاننا كنهضروا على واحد ديال المرض اللي ما عندوش في الساعه هذه علاج، يعني ما كاينش علاج للسرطان. الناس بطبيعه الحال يعني بالجهل ديالها، من يعني ملي كنقول الجهل يعني من الناحيه ديال، يعني انا ماشي كلشي كي انا ما يعني جو دومين با مثلا لي دومين ديال البني ولا ديال المحاماه ولا ديال القضاء. يعني الناس بالجهل ديالها للمجال العلمي اللي كاين في السرطان، كيجيبوا من الله ان السرطان عنده علاج والى اخره. لحد الان السرطان علاج ما عندوش، سورتو لي ميتاستاس. مثلا كنخدموا بزاف على لي ميتاستاس، لانه واخا مثلا كيكون سرطان بحال مثلا سرطان البروستات في الرجال، وسرطان الثدي في النساء، اللي هو انه عنده علاج واكسترا اكسترا، ولكن الا مشيتي عملتي ميتاستاس، باسيون اللي كيعمل ميتاستاس باسيون كيموت، حاجه طبيعيه. هذه بزاف ديال الحاجات اللي باقي البحث العلمي خدام فيها، وهذه هي الخدمه ديالنا يعني بصفه عامه.
النصيحة بالنسبة لي نصيحة واحدة هو المسار شوية صعب انك تجي سورتو. انا كنهضر ملي جيت لاسبانيا في 2000، كانت اسبانيا عاملة داك لو بيك ديالها على ان كان الفلوس والمغاربه بزاف اللي كيتعطاو للكونستركسيون اكسترا اكسترا. كنتي كتشوف راسك طالب وهذاك وما عندك حتى شي فرانك، وكتشوف مثلا الناس اللي كانوا كيتعطاو للكونستركسيون كيتعطاو هذاك، الناس عملوا الفلوس عملوا الديور اكسترا، انت كتشوف راسك باقا الوغ الا ما كانش عندك فكره واضحه بطبيعه الحال غادي تنشق، وبزاف الناس وقعت لهم وبزاف الناس بقاو اون بان، يعني جاو يقراو هنا ومن بعد تعطاو المجالات اخرى ودابا بقاو يعني بلا قرايه بلا. المسار دائما صعب بالنسبه للطالب، لان انت كتكون مثلا عندك 26 سنه 27 سنه كتشوف الناس اللي مثلا كيتعطاو المجالات اخرى وداكشي بداو كيعملوا الفلوس بداو كيعملوا، انت باقي طالب باقي المنحه باقي سورتو الا كنت غتعمل البحث العلمي اكسترا اكسترا. المسار دائما صعب لنا ولا في المغرب ولا في بالنسبه لي، لان النصيحه الوحيده هي ان تكون عندك فكره واضحه شنو اللي خصك توصل الهدف ديالك، يعني تخدم على الهدف ديالك. على علم على انك بزاف الطلبه اللي كنتعاطوا مثلا انك تخدم ملي تكون كتكون كتقرا باش كتهز هذاك المصاريف ديالك وداكشي، ولكن خصك تعرف على ان الهدف هو انك توصل في القرايه ديالك، ماشي توصل في داك الخدمه اللي كتكون كتخدم داك الساعه هذيك، لان انت ما جيتيش باش تخدم داك الخدمه. كنظن ان الفكره تكون واضحه وشويه ديال الاستمرار وشويه ديال لا كونستانس، ما عرفتش شنو يقول بالعربيه.